السلام عليكم، صباحكم الله خير. اليوم ان شاء الله عندنا قصه يا اخوان، قصه غريبه جدا، قصه ان صدقتها فانت معك حق، وان كذبتها فما حد يقول لك شيء. صراحه معك حق انا، لان اساسا حتى المصادر، في مصادر ذكرتها انها صارت وفي مصادر ذكرتها انها ما صارت. هل هي خارقه للعاده؟ هل فيها اساطير؟ نعم نعم. هل ممكن انها كانت بتصير في الحقبه ديك؟ نعم، صارت اساطير كثيره في الحقبه ديك. ف عموما اذا انت ناوي انك تكذبها بشكل رسمي يعني، فاكذب كل الاساطير اللي صارت في القارات يميننا ويسارنا والميثولوجيا كلها، كلها ريح راسك منها، لا تشغل خيالك فيها كلها. اما اذا كنت ناوي تكذب دي وتصدق ديك، على قولة حسين، يعني حسين قد دخل علينا يوم من الايام وحنا نضحك فطالع فينا قال شر البلية ما يضحك، وراح حسين. لا تصير من شر البلية. يعني اذا ودك ترشقني بالكذب ارشقني، رشقني. هو انت تدري اني قلة ذوق بس ارشق. انا ما عندي. في يوم من الايام والخليفة عبد الملك بن مروان كان جالسا في مجلسه، وكان هو جالس يفكر، ارتفع صوت علماء كانوا عنده في المجلس في نقاش بينهم، وانت طيب وش دراك انت على اساس انك جاي من عندهم؟ كلنا نقرا. قال الحاجب، بس يا ولد. هم يسكتون. قال في خليفة هنا، كيف ترفع صوتك انت وياه كذا؟ قالوا نعتذر. وسكتوا. قال عبد الملك، وش شو الموضوع؟ وراكم رافعين اصواتكم. قالوا ما في شيء طال عمرك، موضوع يعني حلنا. قال لا، لازم يكون في شيء، لانكم رفعتوا صوتكم وانا موجود، فاذا ما في شيء انا عندي شيء لكم. قالوا في شيء طال عمرك. قال كذا انا احبكم، ها تعالوا. يجلسهم قدامه كلهم. قالوا شو الموضوع؟ وش اللي اختلفتوا فيه؟ استاذنكم معليش، تراني قفلت الخاص لان كثرت الرسائل على الخاص تعلق بالسناب فما اقدر اصور، فاذا طلع لك رمادي وانت مرسل لا تتوقعني بلكتك، لا بس الخاص مقفل فلا تجيني في تويتر. بعد يومين اذا طلع لك نفس الرمادي لا تعالي في تويتر، انا بلكتك، خلنا نتناقش في الموضوع. فجلسهم موجودين عنده العلماء. فقال عبد الملك، وش السالفه؟ ليه رفعت الصوت؟ وش صار؟ قال طال عمرك كنا نتناقش، يعني ممكن ما بين مؤيد ومعارض. قال نقاش ايش؟ خلص علي تناقشهم فيش. قالوا مدينة، كنا نشوف ان المدينة دي موجودة ولا مهي موجودة. قال عبد الملك، وش المدينة؟ وش المدينة اللي موجودة؟ من؟ من اللي بناها؟ من اللي سواها؟ من؟ انا عارف المدينة، انا عارف المدن احنا. قال طال عمرك الموضوع شوي مختلف هنا، لان المدينة اللي بانينها الجن. قال عبد الملك، حلو، مدينة عندنا هنا بانينها جن. قالوا ايه؟ اللي بانينها الجن، كلهم جن. قال عبد الملك، وش سالفة المدينة؟ كيف يعني؟ من اللي يسكنها الحين؟ قالوا اللي يسكنها الجن. الله يحييك على الحين بعد. قال عبد الملك، حلو، من اللي بناها طيب؟ قالوا سليمان عليه السلام أمر الجن إنهم يبنون له مدينة عظيمة ما مثلها في الأرض كلها، فبنونه بنونه هذه من زكمة العام الإدغام دام مستمر معي، فبنونه الجن المدينة دي كلها، مدينة هائلة، مدينة ما شافتها البشر مثلها، مدينة وصفها في كتب التاريخ لا يوصف، شيء ما حد يتخيله، بس ما حد فعليا راح ودورها. فبدوا يسولفون لعبد الملك عن المدينة هذه، المدينة اللي بنوها الجن، المدينة اللي ضاعوا رحالة في غابة يوم من الأيام وشافوها قدامهم وكتبوا عنها في كتب التاريخ، المدينة اللي راحوا ناس بيدورونها ولا عاد رجعوا، اختفوا تماما. حمسوا عبد الملك بالحديث والاساطير حولها. فقال عبد الملك، انا برسل قائد وجيشه معه يروحون يشوفون لي المدينه هذه، يجيبون لي اخبارها تماما. قالوا العلماء، فكره عظيمه. فلتفت عبد الملك على القائد اللي عنده وصدوا كلهم، اللي قام يزين سيفه واللي راح قال، من في منكم بيروح يدور لنا مدينه الجن ويجيب لنا من الجنون اللي فيها؟ قالوا اذا امرتنا بنروح طال عمرك. اسمع عاد، ايش رايك نفتح لك خراسان؟ قلت خراسان، خلنا نستشهد هناك بلا يعني. قال وين موقعها؟ علموني وين موقعها. قالوا العلماء، بالضبط ما ندري، بس انها في مكان في شمال افريقيا جتعوا له الاساطير لنا هناك. قال شمال افريقيا بعيد والله. قالوا قديم والله بعيد. كلهم قالوا والله بعيد. فطلع فيهم قال بس بنروح. قال طال عمرك ولي يبني لك مدينة في يومين هنا بقى يعني بقى. قال نروح. من عندنا في شمال افريقيا؟ قالوا القدر حلو، من عندنا في شمال افريقيا؟ ايه ليه نروح؟ صح، حسنت، فكرة عظيمة طال عمرك. عندنا موسى بن نصير.
قال موسى بن نصير صح، موسى بن نصير في شمال افريقيا. قال ويه طال عمرك، موسى في شمال افريقيا ومعه يعني طالب بن سهل ومعه الشيخ عبد الصمد كلهم معه في شمال افريقيا. قال طيب اكتبوا رساله لموسى بن نصير يروح يدور مدينه الجنه هذه ويجيب لي اخبارها كلها. قالوا الحمد لله، احنا كنا بنروح عنه بس دام انك صامل يجيبون الكاتب كله ويكتبون على ظهره، على ظهره الكاتب يكتبون. قال الحين تروح اتعدي لموسى بن نصير تخليها على ظهره. فجت الرساله، موسى بن نصير كان جالس هو الجنود والقاده اللي معه، فعطاها المرسول قال هذه رساله من امير المؤمنين. ففتحها موسى بن نصير وقام يقرا يقرا ويطالع ويطالع في الجيش ويطالع في الجنود اللي معه ويقرا. قال عندنا معركه يا جماعه الخير. قالوا احنا معك طال عمرك، لو تبينا نحارب انس ولا جن حاربنا. قال سبحان الله الراكب، يعني احنا بنحارب جن الله يحييكم. قالوا طال عمرك هذا كان تعبير مجازي يعني. قال لا والله احنا فعليا بنروح نحارب جن فعليا. قال وش مكتوب الله يحييك؟ قال بنروح نكتشف مدينة الجن، مدينة النحاس، وإذا كان قدامنا جن بنحارب الجن. يريهم رسالة، هم يقربون ويطالعون ويطالعون في المرسول اللي غبرته غبرته قد راح قد الحاشي عادي بعيد. قالوا حلو رسمي. فعم الصمت القادة يطالع في بعض بالجيش يطالع في بعض. قالوا الموسى طال عمرك حن عندنا خطة يعني إذا قابلنا الجن وش نسوي؟ قال موسى نطعنهم. قالوا طيب إذا طعناهم يموتون؟ قال موسى لا ما أعتقد. قال طيب الحين طال عمرك إذا طعنونا وش يصير؟ قال نستشهد. قالوا حلو استراتيجية هذا محطة جميلة، إحنا معك استعنا بالله. قال موسى يلا يلا بسم الله، ويجهزون الخيل ويجهزون العربات ويجهزون المور. فبدوا ياخذون عدتهم واغراضهم والدنيا. قالوا طال عمرك ناخذ مؤونه شهر. قالوا اسراف يعني ممكن نموت كلنا في يومين بس ما في مش اخذوا مؤونه شهر. وشلوا مؤونه شهر ويجي طالب ابن سهل قال طال عمرك ناخذ سيوف معنا ولا ناخذ جاوني ولا احنا نتعامل من منذا. قالوا يا طالب انا كنت كاهن انا قبل، شو دريني ما اعرف كيف نقتلهم، بس اخذ بك اي شيء، اخذ اي شيء انثر معك. يحطون اغراضهم كلهم يجهزون 1000 رجال يسلمون على الباقيين. قالوا ودعناكم الله. قالوا ان شاء الله انكم يعني ان شاء الله ترجعون يعني ما ندري ما نقدر نقول تقتلونهم ان شاء الله ترجعون. هم يروحون كلهم والجيوش يودعونهم رايحين 1000 يدورون مدينة النحاس مدينة الجن. فراحوا الجيش ذا موسى بن نصير وطالب بن سهل والشيخ عبد الصمد والفارس معهم راحوا يدورون مرة فوق جبل ومرة في وادي ومرة يقطعون غابة ومرة يقطعون نهر. يمشون ليل ونهار. في يوم من الأيام كانوا في غابة هم وفي ليل ومعنوياتهم من دمرة خايفين ما يدرون من اللي بنقابله قدامنا. حرح نقابل جن يعني مو بعد وبين ما ندري كيف بيطلع شكله قدامنا. فهم يمشون في الليل فتفتوا الجنود على الشيخ عبد الصمد وحيته وورا. قالوا يا شيخ قل شيء يا شيخ حدثنا قل شيء. قال تدرون إن لو لقيناها ورجعنا إن أول ناس، لأن بالعادة اللي يروحون يدورونها ويرجعون صراحة ما يرجعون يموتون كلهم ما في حد يرجع. هم يمشون. قالوا يا شيخ يا شيخ احنا نقصد أذكار يا شيخ يعني من الذكر يعني. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قالوا يا شيخ اسكت لا تسولف يا شيخ. هم في غابة في ليل. فلتفت عليهم موسى بن نصير قال ازعاج اللي ورا ازعاج يا اخوان خلنا نسمع. قالوا حنا قدام طال عمرك كلنا قدام ما في احد ورا. موسى يلتفت الا ليل وغابة والسوالف وراه كانت. هو يروح لين وصلهم قال يلا يلا. قالوا ايش فيك طال عمرك؟ قال يلا يا اخوان يلا ابي روح ابي شجاعة ابي جرينتا ابي جرينتا. حنا ما عندنا اي خطة، حنا ما عندنا اي احد ممكن نعتمد عليه فيكم، بس بينصر الله بينصر الله سبحانه. شبوا النيران شبوا النيران. قالوا ايش فيك؟ قال شبوا النيران اخلصوا نزلوا اغراض يلا يلا. هم شبوا النيران قالوا هاتوا العشاء يلا تعشوا وتلذذوا بالعشاء لان ممكن يكون اخر عشاء تذوقونه يعني يلا. قلت عمرك فيك شيء؟ قال يلا 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 سريع سريع. هم يشبون النيران هم يزينون امورهم متعسكرون كلهم في الغابة في الليل. فشبوا نيرانهم الجنود وكل واحد زين عشاه عند ناره. وجلس موسى بن نصير عند الشيخ عبد الصمد وطالب بن سهل جالسين. قال طالب
انا كني سامع شيء اول ما بغيت اقول لك. قال موسى لا تقول، ان الله اعطاك عمر بتشوف، اترك الحين، خذ ما ترى ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. الا واحد من الجنود يوم اللي جاء من بعيد قلت طال عمرك انتم قايلين شبوا نيراركم هنا صح؟ هذا خطا من الجندي، هو اللي قال نيراركم، انا قايلها نيران، الخطا طلع خطا مني انا مو من الجندي. قال انتم شابين نيرانكم هنا بس. قال موسى ليه؟ كل من اللي شاب ناره هناك؟ وموسى يقوم يطالع الا فيه نور. جنود احد منكم هناك؟ قالوا طال عمرك كلنا هنا. قال حلو، كانت امنيتي ان احد منكم يكون هناك، يعني اريح لي الجواب ذا. فقال موسى بن نصير يلا يلا مشينا، يلا اركبوا خيولكم يلا بروح نشوف النور ذا وش هو. فقالوا طال عمرك انت طلعت فعلا ما تستهبل يوم تقول لنا اخر عشاء، بس خلي بنت عشاء طال عمرك، بنت عشاء عطنا وقت بسيط. الجنون يعني الجنون لها 2000 سنه هنا، ما مستعجل على شيء، عطنا بس وقت ونروح معك. قال يلا والله معكم حق يلا. خلصتوا؟ يلا يلا شيلوا اغراضكم يلا يلا. طالعون فيه يروح يطفون نيرانهم، يشيلوا دورهم يحطونها على خيول. هو يروح يبي يشوف النور ذا وش هو اللي في غابه في ليل والنور نشوفه. فراح الجيش شقوا طريقهم في الغابه في ليل، وهم يشوفون النور ذا اللي كل ماله يقوى كل ما يقربون منه، ويمشون كتوفهم جنب بعض. قال الشيخ عبد الصمد سبحان الله النور ذا يذكرني. قالوا يا شيخ اسكت، شيخ لا يذكرك بشيء يا شيخ اسكت. قال سام يمشون كلهم لين بدا يتضح لهم النور، بدا يصير قوي مره. فيمشون يمشون لين يقطعون الشجر عنهم، يوخرون الشجر لين طلع قدامهم المشهد. فتجمعوا كلهم يطالعون في صمت ما مر عليهم، هدوء حتى في الغابة هدوء فيهم ما مر عليهم، يشوفون المشهد ذلك قدامهم. فالتفت موسى بن صغير اللي معه قال أنتم تشوفون اللي أنا أشوفه ولا الجن تلبسني يعني رسم؟ اللهم ساكتين كلهم يطالعون في بعض. قالوا نشوف طال عمرك شوف. طلعت لهم مدينة النحاس، مدينة الجن اللي بنوها الجن، مدينة أسوارها من قوة النحاس اللي فيها جاي له شعاع جاي له نور، أسوارها مرتفعة فوق ارتفاع هايل ما لها بوابات، فيها هدوء عجيب جدا. ويطالعون في بعض. فتقدموا الجيش تحت سوارهم رافعين رؤوسهم فوق مبهورين من الشيء اللي يشوفونه، ما مر عليهم في حياتهم ولا توقع انهم يشوفون شيء زي كذا. ويطالعون في موسى بن نصير قال طال عمرك وش ذا؟ وش نسوي الحين طيب عنه؟ قال موسى والله ما ادري وش الخطوه الجايه، انا مثلكم مصدوم. اليوم سمعوا ضحك، هم يتفتون بعض الضحك من داخل المدينه. قالوا يا سلام عرفنا وش الخطوه الثانيه، نرجع لحنا وضحت لنا الخطوه الثانيه الحين كلنا. قال طالب سهل ما نرجع طال عمرك، ندخل نرجع لامير المؤمنين نقول وصلناها ولا قدرنا ندخل نشوف ايش فيها. قال موسى ندخل. قال الشيخ عبد الصمد انا مرتبك من الجن. قال الشيخ عبد الصمد ندخل. قال طال عمرك تهلكه الناس يضحكون ده. قال ندخل. قال الجن ندخل يلا احنا معك، احنا مبايعينك معك، احنا عندنا عندهم بعد نظر يوم ضحكوا يدرون اننا بندخل يلا ادخل يلا. فقسم موسى بن نصير الجيش الى نصين 500 500، وقال الوعد في الجزء الاخر من السور، اذا لقيتوا بوابه للسور صيحوا. قالوا تمام. طب واذا قابلنا جن؟ قال بتصيحوا يعني انتم في كلتا الحالتين بتصيحون وبجيكم ما في مشكله. قال حلو. فقسمهم 500 500 وقال انتم خذوا الشيخ عبد الصمد. قالوا دقيقه على مركب في مجال يكون غير الشيخ عبد الصمد اللي معنا؟ قال ما في مجال، اخذوا الشيخ عبد الصمد. قالوا سم ابشر طال عمرك، عادي ترى بدون شيخ معنا. قالوا الشيخ عبد الصمد قاعد معكم. قال طيب. طالع موسى عبد الصمد قال اسكت لا تقول شيء. قال لا ما لك سهل. فراح عبد الصمد بجيشه ب 500 منه، وراح موسى بن نصير بجيشه 500 منه. فوصل موسى بن نصير في الجهه الثانيه، يحتري ربعه، يحتري الشيخ عبد الصمد والجيش اللي معه، ما حد وصل. فبدأوا يطالعوا في بعض. قال راح النص سريع كذا. قال موسى نرجع
إذا كذا راحوا 500 لا نرجع خلاص. قلت ترجع عقب إيش؟ راح 500 ماتوا. قال نرجع. إحنا أساساً كنا بنروح كلنا. يوم جاي يمشي ألا يسمع أسكت شيخ عبد الصمد أسكت وجاي من بعيد. هو يقول أنا بس أقول أنا أعلمكم بس يمشوا. لين وصلوا ويقابلهم وسب النصير لين جاهم. قال لقيت شو في؟ لقيت بوابة. قالوا مالك أنتم لقيتوا؟ قالوا مالك هنا. قالوا الجيش خلاص خلاص ما لقينا بوابة نمشي نرجع لديرتنا. قال موسى لا ندخل شوف نحل نحفر نطلع من فوق. قال طبعا عمرك هم يبون هذه تعتبر قلة ذوق يعني. قال موسى بن نصير معنا سلالم. قالوا ايه طال عمرك بس وش السلم اللي بيلحق السور ذا؟ قال نربط السلالم في بعض اربطوها ويلا. قال والله الله يحييك انت طالع مشكلتنا علينا اكبر من الجن يعني. بدين من الجن فينا بالضبط اللي في المدينة هو اللي بيطبون عليهم من فوق فما ما يصير. قال اربطوها. قال يلا هم يروحون يربطون سلالمهم في بعض يربطون هالجيش كلهم ويطلعون سلم طويل إلا شيلون هالرجيل يتعاونون عليه لين حطوه على السور وجاء على مقاس السور. قالوا كذا خلص دورنا هم يجي السور. قال موسى عندي لكم خبر سيء ما خلص دوركم طلعنا. فطالع موسى فيهم قال ها من يطلع؟ من الأول؟ أنا ساكتين واحد يشوت حصى بعيد هنا. قال موسى ها من الأول؟ أنت الأول؟ قال ذاك عندي انزلاق والله طال عمرك ولا أنا بعدكم أنا سادس السابع يعني لأن شوف الشباب. فطالع موسى فيهم قال ها اللي يوم سمعوا الضحك في المدينة قالوا هاد يضحكون مبسوطين ليه نطلع نخوفهم خلنا يضحكون داخل خلنا نضحك برا ونكون كلنا. قال يلا بسرعة واحد يطلع يلا من يطلع أعطيه ديته أعطيه ديته يمكن ما يجي شيء يعني ممكن يكسليم وتنزل تاخذ ديتك وانت حي وان مت أعطيه ديتك عليك شفيك يلا وشهيد إن شاء الله. شيخ عبد الصمد قال شارك قال له شيخ لا تشارك لا تشارك. قال طيب أنا بس كنت بحفزكم. قال ها قال واحد أنا طال عمرك أنا. قال يلا حلو يلا ساعدوا أخويكم ساعدوا بيطلع. جهزوه وحطوه على السلم وجنود معه قالوا ما لا تخاف خل قلبك قوي كمان بخايف ما راح يكونون أشياء منكم يعني أنتم بس هم يسدفون ويطلع السلم ويطلع هم يطلعون فيه كلهم طالع على السلم لين وصل السور. هو يطلع ويقف على السور قالوا ها وش تشوف؟ وقف طالع ساكت قالوا وش تشوف أنت هي؟ هو يضحك فوق يضحك بصوت عالي قالوا ضحكنا معك طيب وش فيه؟ هو يطب الصدمة يوم طب وسمع صوت طيحته قل الصوت والضحك يوم طلع من المدينة وجيش يرجع وراه والناس تجمع صار وش خوينا مات خوينا ضحك ومات. فبدأ في الجيش حوسة ولخبطة قال موسى أص هدوا خلنا نفهم نادوه ويبدون ينادون كلهم ما يرد. موسى يطالع في الجيش قال من يطلع يشوف انه صار من يطلع يشوف خوينا وش جاه. قالوا احنا نعلمك من هنا يعني ضحك وطاح يعني ما احتاج ان نطلع الله يحييك. قال من يطلع لهديتين هي ما ادري انا جمعتها صح ولا لهديتين ديتين اي صح علي من يطلع لهديتين والله انا انشبت عمري فيها يعني كان في خيارات واجد. فقال واحد انا طال عمرك ويمكن اموت فتكفون وصلوها لعلي. قالوا ما جايك شيء ان شاء الله. هو يطلع على السلم ويدفون قال اسمع اول ما تطلع وتشوف تعلمنا على طول تلتف تعلمنا وش تشوف وش صار في خوينا. قال تم. فطلع على السلم والناس يشجعونه تكفى ركز واقرا اذكارك الله يحفظك انتبه على نفسك. وطالع السلم وشيخ عبد الصمد يقول الموت ما هو بالنهايه لا تخاف عادي ويطالعون فالشيخ قال سكت. يطلع السلم لين وصل على السور. هو يوقف هم يطالعون فيه قال شو تشوف خوينا وش فيه؟ هو يضحك قالوا لا ياخذوا الحصى ويحذفوا لا تضحك. هو يضحك بقوه ويصفق بيدينه ويضحك او يطب. هم يصيحون اللي تحت لا ويروح. اليوم يسمعوا ضربته داخل المدينه طاح
تكسر. عاد نادوه 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 ما يرد. في ذي اللحظة انتشر الخوف صدق. وش اللي اثنين من اخوي انا يطلعون على السور ويضحكون ويطيحون يموتون؟ سلامات. فقال موسى ما نبرايحين ما نبرايحين. واخويانا طاحوا تحت موتا. من يطلع؟ من يطلع وله اللي يتمناه من الدنيا كلها؟ قال واحد انا بس عندي شرط. قال وش؟ قال تربطوني بحبل، اذا شفتوني وصلت وضحكت فوق سحبوني، خلوني على الاقل اطيح اموت عندكم، ما اطيح اموت داخل. قال تحم. فجو كلهم يربطونه بحبل يربطونه، وجاء الشيخ عبد الصمد يربط معهم. قال بس لا تخاذل، شكل الوضع فوق فله لانك بتموت من الضحك. يربطه ويطالع في الشيخ عبد الصمد. شيخ يبدا يربط معه الشيخ يساعده، الله يوفقك الله يوفقك. طلع راح سلم، هم يطالعون فيه كلهم لين وصل على السور. وصل على السور هم ماسكين الحبل كلهم، الجيش كله ماسكين الحبل بيدينه. قالوا ها وش تشوف؟ هو يطالع فيهم، هو يطالع في المدينة داخل، هو يبتسم يضحك. يوم شاف يضحك قال اسحبوه 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 كلهم الحبل، وهو يطب داخل وهم يبدون يسحبون كل الجيش يسحب، وهذا طاق داخل ما قدروا يسحبونه. ومو سمعهم يسحبون والدنيا يسحبون اللي يوم انطلق الحبل هم يطيحون كلهم. ويقوم موسى قال جبت الرجال خوينا جاء. هم يجونه يطالعون في موسى قالوا لا تشوف طال عمرك لا تشوف، هو ما جاء كله يعني بس شوي منه، هو اللي جاء باقي في الحبل. موسى يطالع في الحبل لا نص الرجال، النص المربوط هو اللي جاء انقطع، خويهم انقطع نص داخل نص عندهم طالع. جلس موسى بن صغير من الصدمة، وجلسوا الجيش يطالعون في بعض، ما حد مستوعب ايش قاعد يصير، صدمة ما حد يقدر يوصفها. هم جالسين يسمعوا صوت السلم يتحرك، يطلعون في السلم الا الشيخ عبد الصمد يطلع. قالوا يا شيخ، هم يروحون يمسكون يا شيخ. قال اصبر انتم ما تبون تعطوني دية يا عملة، ما بيكم دية وخروا. قالوا يا شيخ تكفى لا تطلع، يا شيخ شيخ انت ديري لتنا في المنطقة دي، انت لو مت وصار عليك شيء احنا هلكنا كلنا. قال اللي ماتوا داخل هم بطيب مني، لا حد يلمسني والله لا اروح وخر بس. هو يطلع قال طيب نربطك بحبل يا شيخ. قال تبيني انقسم؟ تبي ترجع برجولي للشام بسوي انك بريتني؟ خلني اموت كامل لا حد يربطني. هو يطلع هم كلهم يطالعون فيه يا شيخ اوكي المفروض انك تعرف تذكر الله يعني ما نذكرك يعني الله يستر عليك يعني. فطلع طلع 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 لين وصل قمة السور، ووقف الشيخ عبد الصمد يطالع وكلهم يطالعون فيه. الامل بعد الله الوحيد في رجعتهم، هذا لو ما تضعنا كلنا هنا اساسا احنا ما ندري ويننا. فقاعد يطالع وابتسم الشيخ عبد الصمد، وهم يطالعون فيه ومبتسم، وضحك الشيخ عبد الصمد ضحك وهو يطالع فش اللي داخل السور. فكلهم قاموا يصيحون الا موسى. موسى جلس راح الشيخ عبد الصمد رسم. فكلهم كانوا يصيحون يا شيخ تكفى يا شيخ ركز لا يا شيخ، وجلس على السور ما طب ولا رجع ولا جلس على السور. فقام موسى بن نصير طلع اول شيء يصير شيء غريب شو فيه، فجلس على السور وكلهم يصيحون تحت ويذكرونه بالله ويا شيخ تكفى يا شيخ. كل هو ساكت فوق السور جالس، ثم خذ له ربع ساعة هو جالس وكلهم يصيح عليه، وقام قال ما عليكم انا في عقلي كفاني الله شرهم كفاني الله شرهم. فبدأ موسى يكلم الشيخ والشيخ فوق السور ويقول له يا شيخ وش شفت؟ علمني وش شفت داخل. قال الشيخ طال عمرك أول ما طلعت على السور شفت 10 جواري من جمالهن كأنهن كواكب تسبح في فلك، جميلات لدرجة أن العقل البشري ما يقدر يستوعب جمالهن، وترى كذا الجنيات في الجاهلية الجنية تجيك جميلة لدرجة ما يستوعبها عقلك. ابن نباتة كان إذا وصف الزين يقول إنسية في مثال الجن تحسبها، شمسا بدت بين تشريق وتغميم، شقت له الشمس ثوبا من محاسنها، فالوجه للشمس والعينان للريم. فيقول شفت الجميلات ذلي العشر اللي كل وحدة أجمل من الثانية، ينادني يقول انت عام، وشفت تحت بحيرة اني اقدر اطب في الموية ذي واسبح واجيهم. فيقول استوعبت وتعودت من الشيطان وقريت الأدعية والقرآن،
يقول لي راح عني سحرا، يقول فشفت اخويانا جثث تحت طايحين. راح الشيخ عبد الصمد يمشي على السور اللي لقى البرج اللي يقدر ينزل منه، فنزل داخل المدينه فلقى جثث، جثث باليه لجنود جلودهم قد ارتصت على عظامهم، نشفت خلاص، جثث باليه رماحهم وسيوفهم معهم. فكان يمشي بينهم ويطالع بينهم، الجدران اللي وراهم ذهب، اللي داخل المدينة ذهب، الجواهر بأنواعها، شيء غريب جدا. فبدأ يمشي بين الجثث ذي لين لقى دهليز، وفتح الدهليز، وصار الدهليز يودي إلى برا القلعة، دهليز ما دروا عنه. ففتح لهم الدهليز ودخلوا كلهم، دخلوا وهم يشوفون جنود موتى، جنود كم هائل يمينهم ويسارهم. فدخل موسى بن نصير وطالب بن سهل ويتلفتون. قال موسى طالب راح جثث اخويانا وخذوها ودفنوها. فراح طالب والجنود اللي معه يمشون بين كم هائل من الموتى، مي بجثث اخويانا وبس، في جثث يمين ويسار هائله جدا كلهم طاح. فاخذ اخوياه طالب بن سهل ودفنهم، فرجعوا لحق على موسى، بدأوا يمشون داخل المدينة ذي، المدينة اللي يوم دخلوا لأسواقها لقوا التجار في محلاتهم ميتين، ناشفين ميتين، حرير استبرق وسندس كافة أنواعه موجود، لقوا الذهب والمجوهرات والحلي، شيء لا يوصف. الناس ميتين على حلهم، اللي جالس ميت جالس، اللي كان يشتري ميت ويشتري، كلهم ميتين. فكان موسى بن نصير ساحب سيفه ويمشي والجلود معه، وطالب بن سهل يمينه، والشيخ عبد الصمد كلهم ساحبين سيوفهم، ما يدرون ايش بيفاجئهم في المدينه هذه. دخلوا سوق المجوهرات ولقوا الذهب اكوام والفضه والياقوت، شيء اللؤلؤ الجنود يعطونه من كثره، شيء ما يطري على بال احد. فيطلعون من سوق، يروحون السوق كلها مليانة كنوز، التجار فيها موتى طايحين جثث يمين ويسار. فوصل عند باب منقوش عليه بالزمرد والياقوت الأحمر، ومكتوب عليه انظر إلى ما ترى أيها الرجل، وكن على حذر من قبل ترتحل، وقدم الزاد من خيرا تفوز به، فكل ساكن دار سوف يرتحل. قراها وقال ندخل، قالوا ندخل. دف الباب ودخل هو الجنود اللي معه كلهم ساحبين سيوفهم. فدخلوا ولقوا غرفة مليئة بآلات الحرب، لقوا السيوف مرصعة بالذهب، لقوا الدروع، لقوا السيوف الهندية، لقوا الرماح. تعدوا ولقوا غرفة مليئة بآلات الطعام، الأواني، الكيسان اللي من ذهب وفضة. فكانوا يجمعون مبهورين بالشيء اللي قاعدين يشوفونه، شيء غير طبيعي، كم هائل من المجوهرات. لقوا لهم غرفة وفتحوها ودخلوا كلهم، ولقوا جارية جالسة طالع فيهم يقول كأنها الشمس، لم يرى الراؤون أجمل منها. ما في عينك شافت أجمل من البنت ذي اللي جالسة وطالع فيهم. يقول ثوبها مرصع باللولو وعليها تاج أحمر، يمينها ويسارها جواهر، وهي لابسة عقد مليء بالجواهر. يقولوا جالسة وطالع فيهم، فاسحبوا سيوفهم كل بوهم ودخلوا يشوف وش ذا ليه. وكان يمينها ويسارها غلامين بسيوفهم واقفين. فقال موسى مساء الخير، هي ساكتة. موسى يطالع في عند، يا بنت، قال طالب بن سهل، يمكن ما يتكلمون عربي، قال ما أدري والله، حنا ما درينا والله ان في احد هنا، ولا ما كان تطفلنا والله يعني، بس ان احنا كنا النادي عند الباب ما حد فتح. اللي هي ساكته، واللي بيمينها ويسارها ساكتين ما يتحركون. فقرب واحد من الجنود طالع فيهم، طال عمرك الحلوه الجميله دي ميته، انا ما ادري كيف تراها ميته، راح قرب. فقرب لقاها فعلا ميته، هلا. فمسك موسى يد الجندي وقال نعتذر منك طال عمرك، هذا جندي جاهل. قال الجندي والله ميتة. قال كيف ميتة؟ شف حمار خدودها، شف. طلع قال بس والله ميتة، والله شف، ها ها يشرب قدامه. ايه كابتن، كابتن، ايه
ميتة. أيوة اللي معها ذولي ميتين والله. قال موسى لا إله إلا الله. يا ولد شو العالم الغريب اللي إحنا فيه ده؟ يلقى مكتوب تحتها موسى: من سهل الله له دخول مدينتنا فليغنم منها ولا تلمس شيئا من فوق جسدي فإنه جهازي في الدنيا، ومن يأخذ شيئا فسوف يلقى هلاكا والسلام عليكم. قال موسى: الكلام بين بين، اغنموا واخذوا، لا تلمسون ذا اللي عليها، لا تجون، يلا يلا. فبدأوا الجنود يأخذون من الجواهر والذهب يمين ويسار. فجاء طالب بن سهل وقال: يا موسى ميتة وبتصدق لي فلوح، ميتة اخذ التاج اللي عندها ذا ممر ما قد شفناه في حياتنا كلها، اخذه وتقربه من امير المؤمنين. قال: يا طالب لا تجي، خله اخذ من الجواهر يا خلها، ما كاتب ان هذا سترها. قال: يا اخي انا ما اخذت من سترها شيء، تاج انا متارك ملابسها عليها، ما سوينا شيء احنا، بس تاجها ومجوهراتها اليمينها ويسارها ميته، مثلها مثل باقي الناس الموجودين في المدينه هنا. قال: لا تقربه، نصيحتي لا تقربه، وانت بكيفك. قال: انت تركتني بكيفي؟ قال: قال طيب. فرح لها طالب ابن سهل واخذ التاج وهو يطالع في موسى: اخذت التاج يا موسى؟ ها. فنزل واخذ المجوهرات اليمينها ويسارها، اخذ المجوهرات فوطع على ديباج بجنبها، فوطع على ديباج، يوم وطع عليه طاح الغلام اللي واقف بسيفه المحنط بسيفه، طاح على ورا، فدخل السيف كله في ظهر طالب. فصاح والجنود اسحبوا سيوفهم وجوا للغلام ميت اساسا، والسيف في ظهر طالب، وطالب طايح على وجهه. فجاء موسى وقومه طالع فيها لا مات. فقال موسى: لا رحم الله لك مضجعا، لا رحم الله لك مضجعا. وبكى موسى وهو حاط طالب ابن سهل على فخذه ويبكي ويقول: اعماك الطمع قتلك الجشع يا طالب. طالب مات. فامر الجنود انهم يشيلون طالب معهم وطلعوا من المدينه ذي. وقالوا الشيخ عبد الصمد الدل، قال: والله اني ما عاد ادري ويني، ولكن بالخير الجبل ذا على يميننا. فمشوا في غابات وفي انهار وفي دنيا لين طلعوا وعرفوا هم وين. هم يبعدون شهر بالضبط عن أخوياهم اللي تركوهم. فرجعوا لأخوياهم بعد شهر، وكانوا أخوياهم في فرح أنكم رجعتوا. إلا ذولي كانوا مصدومين جدا، ما يدرون وصار، وما يدرون وين، وما يدرون كيف. أرسلوا الكنوز دي كل أبوها لعبد الملك واكتبوا لها الرسالة بكل التفاصيل اللي صارت. وصلت الكنوز كلها لعبد الملك، ولكن ما كانت الصدمة، كانت الصدمة الرسالة والأحداث اللي صارت والتفاصيل اللي صارت كلها بأيامهم كلها. وطلبوا من عبد الملك في الرسالة: إنك لا حد ترسل أحد للمدينة دي، إن رسلت المسلمين للمكان ذاك فأنت ترسلهم إلى التهلكة فعليا. وزع عبد الملك من مروان الذهب والمجوهرات على المسلمين، حطها في المسجد، وصار كل من جاء يأخذ من الذهب والمجوهرات. راحوا رحلات، راحوا باحثين، راحوا رحالة كثر يدورون مدينة النحاس، مدينة الجن، ما لقوها الأثر إلى اليوم الحالي. كانت هذه يا أخوان قصة مدينة النحاس، المدينة اللي بنوها الجن لنبي الله سليمان. قد تكون حقيقة، قد تكون أسطورة، من يدري. ما صدر سوالفنا يا أخوان من كتاب تحفة الألباب، وهذه من القصص اللي قالتها شهرزاد شهريار، عشان اللي ممكن يفصل لك فيها الموضوع ده. يعني هم الجن نفسهم، أنت لا تتوقع من بعيد، لا ممكنك وانت مستح طالع ستوري، هو قاعد يطالع معك في نفس ستوري، مستح بجنبك الحين يشوف تاريخ أجداده، من يدري، الدنيا صغيرة.